تعرفون انا كلمتي الشهيره هلا والله باحلى متابعين بالدنيا، اسمعوا كلمه ابو حمزه. هلا والله حبايب الغوالي، نورتونا يا غوالي. الله ما يعني كلكم غوالي والله العظيم. دعنا عن المجامله وعن كل شيء، انا وايد حمزه مو بس متابعينا غوالي، متابعيني تراهم غالي. انا احب متابعينك والله. والله انا ما احب متابعينك، تعرف ليش؟ انه متابعينك هم نفس متابعيني. اي والله واحد، واحنا بزودكم والله صعدنا وبزودكم وصلنا، وانتوا هن الطيبين. يعني هسه مثل رايد شلون اللهجه مالك بدايه الفيديو؟ هلا والله باحلى متابعين بالدنيا. هلا والله احلى متابعين، بس انا اقول هلا والله الغوالي، ربي يحفظكم ويسعدكم، وان شاء الله بيكم نحقق اعلى المراتب ان شاء الله. ان شاء الله بفضل رب العالمين وبفضلكم ان شاء الله جاي نسوي الشغلات اللي هي. والله انا مثل رايد اريد اصعد مثل جرجرتين، شلون اخذوا الكاس؟ انا اذا اصير مثل جرجرتين ان شاء الله. انا الكاس مالتك انا موجود. اي هذا مو الكاس، هذا العشق، هاي حدباء. الله يعني احلى من الكاس، هاي حدباء الموصل. ان شاء الله ترجع ان شاء الله، سواء عد اهلها ان شاء الله يا رب، الناس الطيبين واهل الغيره ترجع الموصل احسن من قبل. هاي بوس المتابعين ابو حمزه، وهاي بوس المتابعيني. بوس المتابعين رائد الحلاق، وتحياتي لك والمتابعينك الغوالي، وانا بنيابه عن المتابعين اقول لك نورت الموصل.